واسع شيء آخر تكلمت عليه أنيفا. نحن من الزواد، الزواد جزء لا يتجزأ من المغرب والدول العربية، الزواد كله لا يتجزأ من المغرب. نحن الزواديون، الزواديون نحن لا نتجزأ من المغرب، جزء لا يتجزأ من المغرب ككل، خصوصا المملكة المغربية، هذا نحن منه وإليه وإليها ومنها وفيها، ونحن معها في كل شيء. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياك الله. جيت لكم من الشيخ علي باريش، مرحبا بك وسهلا. الزواد عندها علاقات مع المغرب قديمة، الزواد ما عندها علاقات مع الجزائر، عندها علاقات مع المغرب قديمة، وزواديين ومملي اللي الأكثرية فيهم كامل جاي من شر المغرب، جاي من شر المغرب كامل، واستحقوا علاقاتهم مع المغرب بدون الجزائر، هذا هو الحقيقة. ولكن الجزائر هي اللي رفضت، هي واللي هربت أن تكون هي ضد الجزائر، هي واللي عدلتها، هي رؤساءها كله كل الوقت يقولوا عنه وحدة المالي، وحدة المالي، وحدة المالي. مرحبا بك وسهلا. السلام عليكم جروب ران المغرب الإسلامية، ما جدون طلا سمت لهم ما ونين ولا ندك سلنون كان ذا جروب رغير يجسم يا جروب ايناين ما مسواد كسي يجرى ماني غسن المغرب الإسلامي ورغيا ولا المغرب الإسلامي ورغي الشامان غيني هيسون فس شوية الشامان غي المغرب العربي ورغا هي ما جندوناك كا ناك روبل زيرو هادي تهديد رسمي ميغا غارا ولا أبصارة فهمونا يا جماعة بالك خشت بعضها ما ندروش عليها شن قصة بالضبط المغرب راهو اللي صاير فيه بيصير فينا كان قطعته المغرب بنتقطعه كلنا المغرب هذه دولة الأب لشمال أفريقيا كلها دولة الديمقراطية المملكة الوحيدة في أفريقيا كلها ما تقربوش المغرب إلا المغرب إلا ملكنا أيوة خلوها هادية يا مرحبا بك حياك الله أخي الفاضل هالكلام ما ينقال هالكلام حقة الساقط وبذيء وسأل التاريخ حقا يبدو أنك المغرب تجهل ومجهل شيئا عادة المملكة المغربية عندها ماضي عريق وذات حضارة وذوك الملوك الهاشميين ناس كاملة تحترمهم العرب يحترمهم الأمازيغ يحترمهم ولهم دولة جارة جزء من المغرب كان تحت إسبانيا وقبائله كابر عن كابر جدا عن جد كانوا بايعين الملك وبالتالي ما عندهم دولة سابقة الصحراء ما كانت جمهورية قالها جمهورية الصحراء واحتلت إسبانيا ذاك جزء من المغرب كانت محتلة المملكة المغربية يقول لي الدولة اللي كانت سابق إسبانيا فمشن هي سولة كان لا أقول الدولة اللي كانت سابق استعمار إسبانيا فالصحراء شنو يخليك إن شاء الله المغرب قبل إلى بلاد السودان 1999 مش بجيش عرمرم غالبيته من أهل الصحراء يقودوا جودر ودخل به مدينة تيمبوكتو استولى عليها ومشى حتى مشارف قاوة تعرضوا له صون قاي في منطقة ينقال توندي بيبي راعي منطقة أحد بورم قريا منها ودارت في معركة وتفوق فيها الجيش المغربي واحتلوا قبو قاوة مملكة الصونقاي سمعت معناها المملكة المغربية كانت عندها الأرض كاملة حتى جزء حتى الزواد كان تحت يدها ولا كان فم جمهورية صحراوية سابقة هون ودون وذات حركة انفصالية واللي يدعمها معروف
سأل الله سبحانه وتعالى يوفق إن شاء الله بين المسلمين وبين الأمة العربية الأمازيغية والكل إن شاء الله يعود وحدة واتحاد إن شاء الله يجمعوا تجمع كلمة لا إله إلا الله. يا مرحبا بك حياك الله. ما قضايا عن المغرب مش جيش للجزائر ساعة المغرب أصلا هذه المنطقة أصلا مغربية حقيقة هذه في خرائط الاستعمار معروفة 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 أنت قبلها هم اللي ضافتها فرنسا خريطة الجزائر الفرنسية معروفة يعني مسائل تاريخية قاعدة غير على كل حال الحدود عقب قسمها الاستعمار على ذاك اللي يبغي هو الحقيقة يا غير من تلاهم خرصوا مشاكل اللي خلقت بين المغرب والجزائر للتاريخ الجزائر ساهمت فيها هم اللي من عدل المغرب المسيرة اللي قالها المسيرة الخضراء وعد 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 فرانكو وعد الصحراء مازالت في اسبانيا مازالت في اسبانيا قام هو ريبو مدين وعدل شي يقولوا المسيرة الكحلة 300,000 مغربي شاركوا في تحرير الجزائر ياسر منهم خلايقهم وصاقهم فيهم شي فات ذبح عيد وخلاه يفركس وفيهم شي عيد ومدروك قال لهم يلا المغرب معاكم وهي ما هي شغله الحقيقه ما هي شغله الرؤساء لا شغله الدول ما عنها لا حد يخلي ذاك اللي بين المغرب والجزائر له قدر من الزمن وكلهم قط فوت ايام في الثاني والله مشاكل في الثاني ولا يديرها حد على حد منهم عن حد راهو التاريخ التاريخ موجود تاريخ موجود ما 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 حرك والمنطقة اللي فيها تيندو هم اللي قطعن عنها تاريخيا اصلا في المغرب خريطة المغرب قديما ما ما بشار فيها ما هذا معروف غير ضافتها فرنسا لعقب ديك الساعة مع حد من ملوك المغرب وضافتها للجزائر الفرنسية وعقبت عقبت عاد منطقة من الجزائر بعض التصحيح للتاريخ عاد تم من ذاك يمس من التاريخ شوي اللي قرتان اشياء تاريخية حقيقية ما هو قضايا تحاجي ولا مرويات قضايا تاريخية حقيقية وشيء وبشيء يذكر ذكرت لا من ذكر الوقيش هم اللي يقولوا كذا والمغرب وهاجم الجزائر كذا حتى راي الجزائر هم اللي عدلت هو وراي هم اللي فما بين مسائل تاريخية معروفة عند الاستعمار والخرائط عند الاستعمار والصفة عند الاستعمار والحالة عند الاستعمار تاريخ تاريخ واضح تاريخ شيء مكتوب أما يخليك دي في قضية الصحراء صحراء أصلا منطقة ما قط قاع عرف الدولة ولا قط ما دي عرفت إمارة معروف عن 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 عن, عن, عن بعض الإمارات اللي له 400 سنة اللي شنظورة معروف تاريخه كملوا اللي قط من تلي يغزي إمارة البراكنة استعان بجيش من عند ملك من ملوك المغرب وعقب قبض منهم قبض واحدين كيف كأنهم سفراء والله والله احتجزهم هي الصحراء شو الجبهة قامت في السبعينيات سبعينيات راهي مالها ياسر سبعينيات راهي عادي سبعينيات راهي مالها ياسر بالنسبة لأعمار الشعوب ايوه اذا سابقها الصحراء كانت شنو منين تتخرص المعالم في الصحراء شنو هو قاع كمعالم إحياء بلد تقري صيفة كصمارة من أسس الصمارة صمارة من أسسها السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته صديقي العزيز علي باريش أقدر لك اهتمامك ومواصلتك معي وجزاك الله خير سلفا نعم يا أخي علي نعم نحن أصلا من المغرب نعم نحن جدودنا من المغرب نعم نحن ننتمو إلى محمد المغتر أيت ابن إبراهيم ابن داود ابن عبد الجبار ابن تميم ابن هرمز ابن قطب ابن قوصي إلى آخر أفخاض عدنان نعم وهذه العائلة وهذه السلسلة خرجت من المغرب من الأدارسة هناك ونزلنا إلى ضواحي تنبكتو قديما وقديما جدا ولكن
ناسنا يعرفون أنهم ينحدرون من أصول مغربية قديمة، لا شك في ذلك. ولدينا تاريخنا وشجرتنا. أنا لهنجاوب السؤال طرحه قبيلتي الولي، يسول عن مهلت إسبانيا في التراب. كانت خالقة ناس تخدم المغرب، والله بدأ هو الولي فويلح عايد أسئلته عايدة فويلح، وأنا لا ينجاوبك يا الولي. ناس كاملة كانت لا المغرب وتوف الولي ذي الشي ما تغير، ما هو عام 1970 صرتك ذيك وصرتي عنك، هذا ما يصورك عقلك. انتم صغار عايدنا ما تعرفوا، وإحنا صغار ترى عايفين، لكن ذاك العهد والله صرت كلما زلت نعقل علينا نقراه في مدارس النصارى الابتدائية ونقانوا لنا الشيد المغربية، ما زلت عقل عليها الطائفة تمشي وتزيئي لا أقبر ملاهي عبد الله لا إله إلا الله، وكنا نقولوا يا مليك المغربي يا من عدنا عن ذي نحن جند الفداء أول عن أول، ذي خلق ترى عايفين كامل كبار وصغار ومكوناته من هون لتندوف ومستقبل الاندار كان المليك والمغرب وتو لا يكذب عليكم حد، لا يكذب عليك، احنا كبرنا في ذا كامل الى خرجت محاولة عام 1970 انت فهم، ولا كان ودليل عليك ما كان خالق باسابور بين نحن المغرب ولا باسابور بين نحن والجزائر ولا باسابور بين نحن موريتانيا، وهذا واقع شمال موريتانيا واقع لياسر الموريتانيين البيضان كامل، وكانت فهم عايدة غالب عليها الطابع الديني فهمت، اللي خلقت عام 1970 خلقت فهمت التغيرات وتوف عقب ذاك من خلق ذيك التغيرات عام 1970 فهمت تمني لين بثقت ان ذيك مجموعة الشباب اللي اباتها كانوا خالين الدنيا وذارينها اسمع في جيش التحرير ياك فاهم، واللي ما مشى معاهم ديك الساعة مقافي في جيش التحرير شو المليك خاين ويقتلوه وش ما تعرف شنو وروايات كون اسكت فماك، هذا كان تراعي فيها لا مفبرك لا تفبرك هذا والكذب والبهتان هذا، تم ولا متقل بكم رواية اطحوا سؤال نجاوبكم وحد من بلي الله يلاحظنا على اننا مغاربة، رانا مغاربة وارضنا مغربية وجنسيتنا مغربية ومدنا واصالتنا مغربية، وهذا صغير غربان وفيين منه ماتين صنطولو، وهذه سياسة الجزائر وسياسة هذا العلم اللي ما هو باغي خلينا نسقر على أرضنا وفيين منه، ولا عندنا مصلحة ما هو على هذه الأرض، وهذه الأرض مغربية اللي يبغاها يبغيها واللي يكرهها يكرهها، ولا خارج أي سياسة لا يتكحز هذا مهما كلفتنا، لأن أهل الأرض عاطينها القايلة منها، وأهل الأرض عاطين الروس مساخين بهم وعاطين أرضنا، إحنا من 75 أباتنا هم اللي ردوا الأرض ما خلاوها تنكسر، الهرع علينا طال موريتان جابوه رادين وعطاوه الملك الحسن الثاني قدموه له للطبق من ذهب، وهم لا يعابدوها الصبح ولا النهار الثاني ملي تجدد من جديد، بس حد يعود واضح له لأن العالم ما راهم قاربة، لا قاع الطرف القبل اللي ما يعني قاع اللي قاع على طال موريتان هو أول شيء مسلم لهذه الدولة اللي هي وعاطين وهل وما عاطي حد، ما هو محتل بالطائرات ولا بالسلاح ولا بالجنود، جايبين ولا أهل القايد يجروا معناها قاع نزرت اللي قاع ما محب زرت اللي قاع خلاص لا خلاف عليه ولا كلام عليه، حد بغى يشوفه علينا زي يشوفه علينا، وحد بغى يجيب لنا هاي الأمور ذي هي مرقو لو هو ما نشترك وقاع من بر. السلام عليكم الإخوان، حياكم الله، معكم أخ ديالكم علي باريش. دائما فيما يخص قضية الصحراء المغربية اللي هي قضية مقدسة عند الشعب المغربي العظيم، نبغي نخبر الإخوة الجزائريين وبعض من الموريتانيين أننا متشبتين بشيء، اللي هو أنه المملكة المغربية
الشريفة العريقة. هذا مبدأنا وهذا شيء آمن به. موريتانيا فعلا كما قال الدكتور الريصوني كانت تابعة للمغرب، لكن حكم فيها التاريخ واعترف بها المغرب حاليا دولة. يا غير إجابتي أنا للجزائريين أن وشار وتندوف ما مسامحين فيهم، والله ما مسامحين. الصغير فينا، أصغر واحد اللي عنده عام مشي تسولو تقول له الصحراء الشرقية يقول لك مغربية، وقبضتها فرنسا، سرقتها فرنسا وسلمتها الجزائر. والشيخ فينا الكبير العجوز والكهل مشي تسولو يقول لك الصحراء الشرقية بشارة وتندوف مغربية، وإن شاء الله لا ترجع مغربية. حياكم الله ويحيى الشعب المغرب العظيم.